يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. قبل فترة برضو طلبت منكم إنكم ترسلوا لي آراءكم حول مسلسل The Office. للأمانة أنا ما تابعت منه جزء كبير، تابعت يمكن أول موسم إلا باقي حلقة أو حلقتين. مسلسل جيد، أموره طيبة، فعلا الكوميديا فيه مختلفة، لكن بأخذ آراءكم اللي رسلتوا لي إياها ونقراها مع بعض. الفكرة إنه للأمانة ما جتني تعليقات كثيرة، ما أدري هل هو المسلسل فعلا ما له شعبية أو إني أنا طلبت منكم ترسلوا لي آراءكم في وقت غير مناسب. على كل حال بقرأ لكم الكم تعليق اللي وصلتني بخصوص المسلسل، وأنتوا على ضوءها قرروا هل ناويين تتابعوه ولا لا تتابعوه. لكن إذا بتسألوني عن وجهة نظري، يب مسلسل كوميدي يغلق لكم الليلة وخفيف ولطيف، ومثل ما قلت لكم في بداية الفيديو إنه الكوميديا فيه مختلفة وجاي على طريقة كأنه كذا كأنك تتابع شيء وثائقي، كأنه شيء حقيقي. بتلاحظ إنه الممثلين يطالعوا في الكاميرا كل شوية، يعني عادي ما كأنه مسلسل. فيب خلونا نبدأ عشان لا يطول الفيديو. أول تعليق يقول الشخصيات الأسطورية، وبس كذا قال الشخصيات الأسطورية وقفل الموضوع. أوكي اللي بعد يقول لازم تتابعه لأنه بيخليك تموت من الضحك. للأمانة فعلا الكوميديا فيه قلت لكم لطيفة، بالذات مايكل محشش. ما أعرف إذا تعمقت أكثر ممكن تطلع فيه شخصيات أكثر محششة، لكن مايكل مغلق. اللي بعده يقول أفضل مسلسل كوميدي، وأنا أعتبره أفضل مسلسل بالتاريخ بالنسبة لي، لأنه ببساطة يغير جوي مهما كنت زعلان. مسلسل عظيم بمعنى الكلمة. الله الله عليك، كلام كبير. ونحترم وجهة نظرك. اللي بعده أتوقع أنه هو نفس الشخص بس كمل التعليق يعني في فيديو في رسالة ثانية، يقول غير أن المسلسل أفضل مسلسل كوميدي بالنسبة لي إلا أنه يخلي الشخصيات قريبة منك وتتعاطف معاها وتفرح معاها، بلس العداوات اللي في المسلسل شيء ثاني. يب أقصد توبي ومايكل. اللي بعده يقول أكون معك صريح، المسلسل يضحك لكن زيه زي فريندز، لازم تفهم الشخصيات عشان توصلك النكتة. كلام مهم، كلام مهم يا أخوان. محبك أبو مدين. اللي بعده يقول The Office مسلسل حلو ويتمتع The Office مسلسل حلو ويمتع حق تغيير أجواء، بس الكلام اللي يجي عليه مرة مبالغ. يا جماعة اكتبوا الكلام كويس عشان أعرف أقرأ. اللي بعده يقول أنجح، كيف جاي كذا، دائم أقول إنه أنجح مسلسلات الكوميديا Friends و The Office، وتراني تابعتهم كلهم، لكن الكوميديا بذا اوفيس اذكى بكثير. يب هذا اللي قلت لكم، كوميديا عبقريه. النكت اللي يقولون ما تحتاج جمهور يضحك عشان تستوعب انها نكته، عكس سماجه فريندز اللي كانه بزر يحط لك ضحكه عشان تضحك. يا شيخ مايكل سكوت لحاله بتاريخ فريندز كله. شوف ما ينفع اننا نتعصب لمسلسل او لحزب او ان نقول ذا حق بزارين او حق اطفال، ولكن للامانه انا تابعت فريندز وقطعت فيه شوط. اوكي مره رهيب المسلسل، ما هو بطال. The Office برضو كويس، يعني بلاش نحدد انه المسلسل لناس معينين. اللي بعده كتب كلمتين بس، والله يضحك، اهنيك زبد. اللي بعده يقول يا اخي احب لوسيفر، سوى عنه حلقة خاصة به. والله شوف خلونا ناخذ ذا التعليق كشطحة، لوسيفر ما خش مزاجي ابدا، تابعت منه حلقتين وقفلته كذا وخلاص، حسيت انه كذا ما ادري، احس انه بوينتلس، ما له هدف معين غير انه يوريك انه الشيطان هرب من الجنه ونزل من الجحيم ونزل يتونس على البشر. اللي بعده يقول هو مسلسل فريد من نوعه، اول ما تبدا راح تستغرب من حركه الكاميرا واسلوب الحوار والتصوير لانه مصور على طريقه الافلام الوثائقيه، وراح تفهم ليش باخر المسلسل. ها معلومه جيده، ما كنت ادري يعني في تفسير للطريقه، بس لما تعطيه فرصه وتخلص من الموسم الاول يلي هو قصير نوعا ما، راح يمسك معك المسلسل وتعلق فيه بالكوميديا الرهيبة يلي بيقدمها. شخصيا تابعت كل المسلسلات المشابهة، يعني ساينفيلد، فريندز، هاو اي ميت يور ماذر، ذا بيج بانج ثيوري، تو اند هاف مان، ذا سيفنتيز شو، ولكن اعتبر ذا اوفيس الانجح بينهم. الله عليك، الله على الكلام المفصل والواضح جدا. اللي بعد يقول والله سمعت كثير يمدحونه بس ما ادري ليه ما تابعته للحين. تابعه تابعه، اعطيه فرصة، ترى على قولتهم الموسم مالو خفيف جدا وتخلص الحلقة مدتها 20 دقيقة بس. اللي بعده يقول لأنه أفضل ذا أوفيس، لأنه أفضل بكل بساطة. إيش يا عيال، كيف أقرأ كيف أقرأ التعليق ذا؟ ذا أوفيس لأنه أفضل بكل بساطة، لازم تتابع مسلسل بكل بساطة لازم تتابع ذا أوفيس لأنه أفضل مسلسل كوميدي. ما أدري التطبيق ذا حق تيلي نوم ما أدري شو اسمه يلخبط التعليقات إذا خش فيها عربي وإنجليزي. بكل بساطة لازم تتابع مسلسل The Office لأنه أفضل مسلسل كوميدي وفي أفضل شخصية كوميدية مايكل سكوت. يب I guess إنه شخصية فعلا
قوية، لأن أنا دائما نشوفها في الميمز وما إحنا عارفين مين هي هذه الشخصية. فايب مدام وصلت للميمز معناتها شخصية رهيبة. مايكل سكوت أعظم شخصية كوميدي، لسه قلناها. اللي بعد يقول The Office مسلسل جبار وما تندم إنك بتتابع، وفكرته فريدة وكوميديا نظيفة ولا في مشاهد خادشة للحياة. ركزوا معايا، ما في مشاهد خادشة للحياة، يعني ايش تابعوا في رمضان يا اخوان اللي ما عنده شيء يلتزم فيه. هذا غير الانترو الفخم اللي بتعيده كل شوي. Thank you. اللي بعد يقول قاعد اتابعه حاليا موصل الموسم الثالث، رهيب والتصوير افضل من رائع، بس لاحظت انه لازم تكون عندك خلفية عن اغلب النكت والاحداث اللي تصير في امريكا. سؤال على الخفيف، وين وصلت في فريندز؟ والله اللي أعرف أني خلصت الموسم الأول وقطعت شوط في الموسم الثاني، ماني مستعجل، قاعد أتابعه على مهلي وللأمانة مستانس عليه. اللي بعد يقول مسلسل The Office يمتاز بعبقرية الكوميديا المطلقة، الله، وتعدد الشخصيات الكوميدية والكتابة الممتازة لكل شخصية وخصيصا مايكل سكوت. المسلسل فرصة أنك تطلع من مودك السيء وتدخل في رحلة أساسها الضحك الهستيري. المسلسل دمج الكوميديا والدراما بشكل ممتاز جدا جدا. باختصار المسلسل يستحق وقتك ووقت الجميع. المسلسل ممتاز جدا، تقييم الحلقات مرتفع، والمسلسل ايضا مرتفع. لا تفوت المسلسل. انجوي B5TD. شكرا يا B5TD. اللي بعد يقول عن نفسي ما شفت الا الحلقه الاولى وما اشوف انه يضحك ولا يستحق لقب افضل مسلسل كوميدي، لكن يمكن اني حكمت عليه بسرعه. عجبني انك جالس ايش تشرح وجهه نظرك. واحدة كتبت متابعته دين سمايلي فيس ما حبيته. اوكي. اللي بعد يقول وش اقول وش اخلي، الحين 6 شهور وانا جالس اتابع، الحين واصل الموسم الخامس من ذا اوفيس، تعرف ما بيخلص المسلسل، وربي احلى مسلسل بعد سنز اوف اناركي. اوكي. مره ما له دخل سنز اوف اناركي في الموضوع، لانه احنا نتكلم عن كوميديا هنا، لكن شكرا لانك جبت طاري سنز اوف اناركي. ما ادري ليش دائما يجيبون طاري المسلسل هذا. التعليق اللي بعده والاخير يقول يعجبني تطور الشخصيات والعلاقات في المسلسل، كوميدي درجة أولى خاصة مايكل، كل مشهد له يضحك، لكن مدير ممتاز ومحبوب. الموسم الأخير ما هو حلو، مسلسل كوميدي لكن في دراما ورومانسية رهيبة. هذا كان آخر تعليق يا جماعة. طبعا في تعليقات كان ما لها علاقة في المسلسل فتجاوزتها. بس يا جماعة هذه كانت تقريبا إيش التعليقات اللي وصلتنا بخصوص مسلسل The Office أو مسلسل الكوميدي The Office. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات عن هذا المسلسل، وإذا في مسلسل تبغون نسولف عنه برضو بنفس الطريقة نقرأ تعليقاتكم حوله، واكتبوا لي في التعليقات وراح أنزل فقرة ترسلوا لي فيها تعليقاتكم عليه ونقراها مع بعض في فيديو ثاني. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم الوجيه، في أمان الله.